بسم الله الرحمن الرحيم. الأحد الثاني من أكتوبر لعام 2022. يا صباح الخير والجمال والسعادة والتفاؤل على حضراتكم. إن شاء الله يا رب يكون يوم جميل وكله طاقة وحيوية، وكلنا محتاجين الطاقة جدا النهاردة مع انطلاق ماراثون الدراسة في المدارس والجامعات. البعض دخل امبارح بس الأغلبية العظمى يعني النهاردة إن شاء الله، والجامعات النهاردة بشكل أخص. في أجندة جديدة طبعا في حياتنا بتضاف مع دخول العام الدراسي الجديد، فكرة الصحيان بدري الصبح، فكرة أن أنا أجهز الساندوتشات لأولادي الصغيرين نوصلهم للمدارس أو نطمن أنهم ركبوا باص المدرسة، بعدين أنطلق إلى شغلي أو أنطلق إلى عملي في البيت. في جدول الحياة بيبقى مليان ومزدحم نوعا ما طبعا بمقارنة الصيف اللي خلاص قلنا له باي باي. مبسوطين جدا الحقيقه، يعني في ناس كتيره مبسوطه ان هي قالت باي باي لفصل الصيف، لكن في كل الاحوال الشوارع كمان اكيد بيبقى فيها زحام اكثر من المعتاد والطبيعي في هذا التوقيت، نظرا لدخول وانتظام ملايين الطلاب في الدراسه من المدارس والجامعات. ان شاء الله النهارده في هذا الصباح على مدار ساعتين من دلوقتي على شاشه اكسترا نيوز هنتابع مع حضراتكم ملفات كثيره، من ضمنها طبعا البدء في الدراسه والاستعدادات الخاصه من قبل المدارس والجامعات وموضوعات اخرى كثيره، ولكن البداية قطعا مع أبرز عناوين فقرتنا لهذا الصباح. تسعة وأربعون عاما على العبور العظيم، ذكرى معركة العزة والكرامة. الجرس ضرب، انتظام تلاميذ المدارس في طوابير الصباح. طلاب الجامعات والمعاهد يلبون نداء العلم في أول أيام الدراسة. العالم يقاوم أخطار المناخ على مائدة شرم الشيخ. وقراءة في أبرز عناوين الصحف مع الكاتبة الصحفية فريدة الشباشي. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وإحنا كلنا طيبين، كل سنة ومصر طيبة وبخير، كل سنة والإنسانية التي تنتصر دائما في معاركها ضد الشر وضد أي اعتداء طيبة وبخير. شهر أكتوبر هو شهر الانتصارات، انتصار أكتوبر اللي حصلت فيه ملحمة العبور هو درس تاريخي مهم جدا. هذا الانتصار، انتصار العبور، ملحمة رائعة في تاريخ مصر المعاصر، استطاعت من خلالها قوتنا المسلحة الباسلة مواجهة أكثر من مانع في مقدمتها المانع المائي والساتر الترابي وخط بارليف بتحصيناته المعقدة. هذا الانتصار العظيم فتح أبواب استرداد الأرض والسلام والعرض، هو انتصار غير في الاستراتيجيات العسكرية بشكل جوهري. دروس كثيرة كانت في هذا الانتصار العظيم، انتصار أكتوبر، هنتكلم عنها ونتكلم عن الكثير من التفاصيل مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم كامل،
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. تحياتي لحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيبة ومصر دايما بخير، ومن مصر لمصر إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. من واجبنا يا فندم، كل جيل بيسلم جيل، وإحنا كلنا وأجهزة الإعلام طول الوقت نتذكر هذه الملحمة الرائعة التي خلدت في تاريخ مصر والعالم أيضا. عندما نقول إنه انتصارنا في حرب أكتوبر غير من الاستراتيجيات العسكرية، إزاي حضرتك تقدر تكلمنا عن ده؟ أنا بالنسبة للموضوع ده، إحنا كقوات مسلحة وكعسكريين دايما نقول إحنا عظمنا الممكن والمتاح عشان نقهر المستحيل. إن جميع المعاهد العسكرية والأكاديميات العسكرية كانت بتقول استحالة عبور القوات المسلحة المصرية لقناة السويس وتدمير خط بارليف وتحقيق انتصار عسكري على إسرائيل. لأن إحنا كعسكريين بنقول بنعمل مقارنة للقوات، سواء مقارنة عددية أو مقارنة نوعية. المقارنة العددية بنقول أنا عندي كم دبابة وعندي كم مدفع وكم عندي كم طيارة. فالمقارنة العددية دي لو حسبناها بالعدد هنلاقي في تفوق للجانب الإسرائيلي في هذا التوقيت على القوات المصرية في جميع المجالات. طب لو بصينا للجزئية المهمة اللي هي بنسميها احنا المقارنة النوعية. المقارنة النوعية اللي هي انا معايا دبابة نوعها ايه وهو عنده دبابة نوعها ايه. انا عندي كان في دبابات تي 34 وتي 55 وتي 62، كانت احدث دبابة موجودة عندنا في القوات المسلحة المصرية. انما عنده الثاني ام 60 الف 3 والباتون ام 48 والسنتوريان، تفوق غير عادي يعني. المدفعيات نفس الحكايه. لو بصينا للطيارات هنلاقي احنا دخلنا الحرب بالميج 21 والميج 17 والسخوي، وهو كان عنده الفانتوم وعنده الميراج وعنده السكاي هوك، يعني في تفوق. لو حطينا المعادله زي ما قلت حضرتك من شويه، بالاضافه الى اقتحام المانع المائي لقناة السويس والصعوبات اللي موجودة في المانع المائي نفسه وعرض المانع المائي، بالإضافة إلى تغير التيار بالنسبة للبحر الأبيض البحر المتوسط والبحر الأحمر والمد والجزر، كل والساتر الترابي والموانع اللي موجودة في خط برليف، هنلاقي ده كل كانت يعني في استحالة. وكان ده كعدنا كمصريين ان كان كل الاكاديميات والمعاهد العسكريه كانت بتقول ان خسائرنا هتكون كبيره جدا خلال العبور، وان المصريين مش كان صعب عليهم. انما احنا قهرنا المستحيل، قهرنا المستحيل وحققنا الاعجاز في اكتوبر 3/7. هذا الغير متوقع يا فندم عندما تحول إلى حقيقة، وهذا المستحيل أن يحدث عندما تحول أيضا إلى حقيقة على الأرض، ثم النصر العظيم، ثم العبور وهتافات الله أكبر الله أكبر. كيف هي كانت الحالة المعنوية والحالة النفسية لدى أفراد وجنود وضباط وعساكر الجيش المصري؟ طبعا وجموع المصريين، ولكن أتحدث هنا عن وقت هذه المعركة في أولى لحظات الانتصار العظيم. طبعا احنا لو بصينا لبعد يونيو 67 واللي حصل والعمليات النفسية اللي اثرت بالنسبة للجيش المصري او للشعب المصري، وان احنا نؤكد ان الشعب المصري قبل الجيش المصري رفض الهزيمة، وان نفس الجنود والضباط اللي حاربوا في 67 هم نفس الجنود والضباط اللي اتكتب على ايديهم النصر في حرب اكتوبر 73. نعم. كان كل القوى، وكان اكبر دليل على ذلك مرحله اللي هي بنسميها حرب الاستنزاف، وما تم في حرب الاستنزاف من قيام القوات المسلحه المصريه من عناصر القوات الخاصه انها تعمل اكثر من 84 اغاره في جوه سيناء وعلى الشاطئ الشرقي لقناه السويس. وانا عايز اقول ملحوظه عشان الناس تبقى فاهمه، اتفضل، ان خط بارليف اللي احنا اقتحمناه في اكتوبر 73 ده خط بارليف رقم 2. خط بارليف رقم 1 تم تدميره خلال
حرب الاستنزاف الاولى اللي هي بدات من بعد 67 وحتى وقف اطلاق حتى مبادره روجرز في 8 اغسطس سنه 70. هذا الخط الاول دمره القوات المسلحه المصريه من خلال القصفات المدفعيه ومن خلال العمليات اليوميه اللي كانت بتقوم بها القوات الخاصه والقوات اللي موجوده غرب القناه بتقوم وبتعبر، وانه في بعض الاحيان عدت كتيبه بالكامل واحتلت احدى النقط القويه وظلت موجوده عليها ورفعت العلم المصري عليها لمده اكثر من 48 ساعه. وظل العلم المصري ده مرفوع حتى اقتحمنا قناه السويس في اكتوبر 73. نعم. انما خط بارليف الثاني اللي احنا اقتحمناه سنه 73، الخط ده تم بناؤه بعد مبادره روجرز، بعد وقف اطلاق النار من 8 اغسطس حتى اقتحمناه في 3 يعني بعد 3 يعني 3. بعد هد الخط الاول تم بالظبط كده. نعم. ده تم بنوه وتكلفته وصلت الى 300 مليون دولار في هذا التوقيت، وكان بيتكون من 35 موقع ونقطة حصينة بطول مسافة من 170 كيلومتر من بور فؤاد في الشمال حتى رأس مسلة في الجنوب. القوات المسلحة المصرية كانت في اشتياق لاسترداد الكرامة والعزة المصرية، لأن احنا كان عندنا اقتناع، وده كان شعارنا من خلال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أو الرئيس أنور السادات، كان ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. نعم. إن المفاوضات ممكن ترجع الأرض، إنما لا ترجع الكرامة ولا العزة ولا الكبرياء الوطني. يرجع الكبرياء الوطني والعزة والكرامة هو القتال وتحقيق النصر على العدو الإسرائيلي. وهدم نظرية الأمن الإسرائيلية وكسر دراعه الطويلة اللي هي القوات الجوية وقهر الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. القوات المسلحة عملت ملحمة على جميع المستويات، وكانوا الضباط والجنود كانوا على قمة الاستعداد لاقتحام قناة السويس. لو حضرتك تشوفي أن أكثر من 30 ألف جندي عبروا خلال الموجة الأولى من خلال 2500 قارب خلال 15 دقيقة. القصف، الضربة الجوية اللي قامت 220 طيارة وأكثر من 2000 مدفع بينفذ التمهيد النيراني وتأمين القوات لعبرها قناة السويس، كل دي ملحمة كبيرة جدا. الملحمة العظيمة اللي لازم نشكر فيها القيادة السياسية في هذا التوقيت. نعم. وجميع الأجهزة المعنية في الدولة وخاصة الإعلام. عملية الخداع الاستراتيجي اللي تمت، الاستراتيجي والتعبوي والتكتيكي اللي تمت على أعلى مستوى، إن الهجوم يتم الساعة 2 الظهر بين مصر وسوريا في نفس التوقيت، ويوم عيد الغفران للجانب الإسرائيلي، وفي شهر رمضان الكريم، كل ده كان بتخطيط مسبق وعملية كانت على أعلى مستوى. نعم. من الدقة والتنفيذ، وده كان ليه عوامل كثيرة. نعم. تحديدي نصر أكتوبر 73. اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم كامل، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم. وقطعا هذه الملحمة هي باقية في التاريخ المصري وباقية أيضا في وجدان جميع المصريين. ومن التاريخ إلى الحاضر، حيث الأوضاع العسكرية على الأرض في أوكرانيا تشهد تطورات شبه يومية، ووزارة الدفاع الروسية أعلنت انسحاب قواتها من بلدة ليمان الاستراتيجية بمنطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا بعد ساعات من إعلان الجيش الأوكراني دخول قواته إلى البلدة. وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية نقلا عن وزارة الدفاع، أن القوات المشتركة في ليمان انسحبت إلى خطوط
إلى خطوط أكثر أماناً. هذا الإعلان الروسي جاء بعد ساعات من إعلان أوكرانيا أن قوتها تحاصر آلاف الجنود الروس في بلدة ليمان، وتعتبر أو تعتبر السيطرة على هذه البلدة التي تستخدمها روسيا كمركز لوجستي ونقل لعملياتها في شمال منطقة دونيتسك عقبة أمام موسكو للسيطرة الكاملة على منطقة دونباس الصناعية. ما طبيعة هذه التطورات العسكرية الحديثة؟ هل هذا يعني أن هناك نوع من انقلاب في الموازين لصالح أوكرانيا؟ المزيد من التفاصيل نحاول نتعرف عليها من خلال ضيفنا الكريم اللي بينضم إلينا هاتفيا، الأستاذ أحمد السيد الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات. تحياتي يا فندم. تحياتي لحضرتك أستاذة منى، وصباح الخير على السادة المشاهدين. صباح النور يا فندم. هذا التغير على الأرض، البعض يقول أنه بالفعل يعتبر انقلاب في الموازين. الآن نتحدث عن سيطرة أوكرانية بحسب ما أعلن على ليمان، وتراجع لي أو على حساب القوات الروسية. كيف هو الوضع حتى اللحظة أستاذ أحمد؟ ربما حضرتك أستاذة منى ليس انقلاب بالمعنى المعهود، ولكن ربما هذا كان شيئا متوقعا عقب توقيع الرئيس فلاديمير بوتين بالأمس أربعة اتفاقيات مع ممثلي الأقاليم الأربعة عقب الاستفتاءات الأخيرة التي جرت في الأيام الماضية. فنتيجة للضغط الرد الفعل الغربي والغضب الأوكراني كان هذا الأمر شيئا متوقعا أن نشهد عملية تحرير أكثر لبعض الأراضي، ولكن ليس انقلاب بالمعنى المعهود، ولكن ربما لأهمية ليمان الاستراتيجية لموسكو أخذت كل هذا الحيز الإعلامي. طيب، بلدة ليمان يا فندم وهي يعني مكان استراتيجي، وكما ذكرنا فكرة أنه روسيا بتمركز هناك لوجستياتها وعملياتها الخاصة، تقع داخل منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، وهي إحدى المناطق الأربع التي يعني فازت في الاستفتاء الأخير لضمها إلى روسيا. هل هذا يشكل نوع، أو هل نستطيع أن نتوقع أن هذا هو تعمد من الجانب الأوكراني بالصمود أكثر أو الاختراق أكثر في داخل هذه المناطق الأربعة كرد على عملية الاستفتاء وضم المناطق الأربعة لروسيا؟ بلا شك يا فندم أن هذه الخطوة من الجانب الأوكراني ربما تبرر أن الأوكران أو القوات الأوكرانية لن تستسلم بسهولة، وهي أعلنت عدم موافقتها على الاستفتاءات التي جرت، وهي تعلن أن المناطق الأربعة مناطق أوكرانية وستواصل الدفاع عنهم واستعادة هذه المناطق مرة أخرى. وكما ذكرت حضرتك أستاذة منى، بلدة ليمان من المدن الاستراتيجية بمنطقة في شرق أوكرانيا وبالتحديد في شمال دونيتسك، وهي من المناطق الأربعة التي ربما روسيا أعلنت أنها استولت على المدينة بالكامل. فإعلان أوكرانيا رفع العلم على منطقة ليمان يعتبر انتصار ولو جزئي وكرد فعل على الخطوة الروسية الأخيرة. وربما تأتي من أهمية منطقة ليمان من كونها منطقة استراتيجية تستخدم كمنطقة لوجستيات ونقل، استخدمتها روسيا كمنطقة لوجستيات ونقل عملياتها العسكرية في شمال المنطقة، وكانت أوكرانيا قد حاصرت عددا من الجنود الروس خلال الفترة الأخيرة كما ادعت ذلك. ولكن على الجانب المقابل فإن روسيا تقول أنها سحبت قواتها من منطقة ليمان، وليست هزيمة بالمعنى المعروف. نعم، أخيرا أستاذ أحمد، كيف تابعت التصريحات التي تلت عملية ضم الأربع مناطق إلى روسيا؟ يعني تصريحات كثيرة من ألمانيا، فرنسا وغيرها من الدول، حتى أن الأمم المتحدة وعلى لسان أمينها غوتيريش أيضا كان هناك استنكار شديد وربما وصف بأن هذا تصعيد خطير، وأن هذا الاستفتاء وهذا الضم للأربع مناطق الأوكرانية إلى روسيا ربما بحسب ما وصفه البعض أنه التصعيد الأخطر والأكبر منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
بالفعل يا فندم، تابعت التصريحات الغربية والتصريحات التي صدرت عن البيت الأبيض وعن الرئيس الأمريكي وعن الأمم المتحدة، وحتى التصريحات التي خرجت من مجموعة السبع بشأن ردا على الضم الروسي للمناطق الأوكرانية، والتصريحات شملت رفضا قاطعا لهذه الاستفتاءات التي وصفتها بالوهمية، وصفتها أنها لا تعبر عن إرادة الشعوب أو سكان هذه المناطق ومخالفتها للقوانين ومخالفتها للقوانين الدولية. الدولية. والأمر الآخر الذي يدعو للقلق يا أستاذة منى، أن بضم روسيا لهذه المناطق الأربع فهي تعتبرها أراضي روسية، وسيدافع بوتين أو ستدافع الدولة القوات الروسية عن هذه المناطق بشتى الطرق. وروسيا ترى أنها أضفت الشرعية على حقها في استخدام كافة الوسائل، وربما تخوف الغرب أن تستخدم روسيا إلى ما هو أبعد من الأسلحة التقليدية، وقد تستخدم أسلحة نووية في المحافظة على حماية سكان هذه الأراضي، وربما هذا هو التصعيد الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وربما هو ما دفع قادة العالم إلى رفض أو القادة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة للرفض المبدئي للضم الروسي. ولكن سنرى إلى يعني ما ستضي إليه الأيام القادمة، ربما بالتأكيد سنشهد عقوبات أكثر على روسيا، سنشهد مساعدات عسكرية كما أعلن ذلك الرئيس بايدن بمبالغ خيالية لأوكرانيا في قادم الأيام لمحاولة تحرير هذه الأراضي. نعم، الأستاذ أحمد السيد الخبير بمركز المصري للفكر والدراسات، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم. من السياسة بمفهومها الواسع إلى الاقتصاد، حيث هناك ارتفاع في أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، ويبدو أن هذه الزيادة مستمرة معنا لفترة من الوقت. ده يمكن ظهر في تصريحات نائب رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي لايل برينارد، اللي أكدت الحاجة إلى معالجة هذا التضخم وأهمية عدم التراجع عن المهمة حتى الانتهاء منها، في إشارة لاستمرار رفع أسعار الفائدة. قالت نائب رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي إن السياسة النقدية ستحتاج لأن تكون مقيدة لبعض الوقت حتى تثق في أن التضخم يعود مرة أخرى إلى الهدف، بعد أكثر من أسبوع من إقرار الفيدرالي الأمريكي خامس زيادة في أسعار الفائدة هذا العام. ومنذ رفع الفيدرالي أسعار الفائدة ارتفعت بالتبعية عوائد سندات الخزانة وزادت قيمة الدولار بسرعة كبيرة. لتفاصيل أكثر عن هذه التصريحات ينضم إلينا هاتفيا الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد. تحياتي لحضرتك يا فندم. صباح الخير دكتورة منى، بحيي حضرتك والسادة مشاهدي إكسترا. وحضرتك يا فندم، السؤال في البداية يا دكتور، لأنه ده حتى السؤال اللي المواطن العادي في العالم بيسأله، خمس زيادات لأسعار الفائدة في 2022 فقط، ونحن يعني ما زلنا لم نكمل الربع الأخير، لسه قدامنا الربع الأخير من هذا العام، هل هناك زيادات متوقعة سادسة وسابعة ربما خلال 2022؟ أولا لا شك أن يسود حالة من الترقب الحذر في الاقتصاد العالمي، الاقتصاد العالمي في حالة من التخوف من أبعاد الحرب الروسية الأوكرانية وما قد تؤدي إليه من آثار ومشاكل كبيرة في ارتفاع مزيد من ارتفاع أسعار الطاقة ومزيد من ارتفاع أسعار الغذاء وما إلى ذلك، وبالتالي محاولات السيطرة على زيادة معدلات التضخم التي تحدث تأتي من خلال البنوك المركزية ومن خلال البنك الفيدرالي الأمريكي. كل دولة تحاول أن تمتص جزء من السيولة الموجودة لدى المجتمع وتجذب رؤوس الأموال الساخنة إليها، وبالتالي رفعت البنوك معدلات الأسعار الفائدة. وحدث في أمريكا للمرة الخامسة زيادة أسعار الفائدة، وبالتالي تحرك الأموال الساخنة إلى الدولة الأم، أيضا زيادة هذه المعدلات تؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم بقدر ما من خلال امتصاص السيولة الزائدة لدى
الأفراد في المجتمع، وهذا هو ما يتم استخدامه من خلال السياسة النقدية. أدوات السياسة النقدية الأكثر استخداما هي سعر الفائدة وسعر الصرف بالإضافة إلى أدوات أخرى، ولكن سعر الفائدة يعتبر العنصر المؤثر بشكل أكبر في معدلات التضخم من خلال زيادة سعر الفائدة التي تؤدي إلى قدر ما من السيطرة على معدلات التضخم. أيضا تخوف دول العالم بشكل كبير من الارتفاع المتزايد في أسعار الطاقة وأسعار الغذاء عالميا، والتخوف من حدوث مجاعة على مستوى العالم، أيضا التخوف من زيادة حدة الحرب ما بين روسيا وما بين أوكرانيا وإلقاء ظلال هذه الحرب السلبية على دول العالم بشكل كبير جدا. أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع معدل التضخم، رغم أيضا أنهم قاموا بتخفيض أسعار البنزين على سبيل المثال، ولكن هناك ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة من خلال ارتفاع أسعار الإيجارات، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبالتالي أعتقد أن هذا كان أحد المبررات الأساسية أو الكبيرة لمجلس الاحتياطي وزيادة سعر الفائدة من خلال البنك الفيدرالي. أعتقد أن أضف يا دكتور إلى، يعني أود أن أضف إلى كل ما حضرتك ما ذكرته سابقا، أيضا جانب إلى الجانب التغير المناخي ونسب الجفاف الكبيرة التي ضربت الكثير من أجزاء العالم، وطبعا لمحاولة معالجة هذه التغيرات المناخية الخطيرة الحقيقة والحادة جدا تحتاج الدول إلى الموارد والميزانيات، وبالتالي كل هذه أعباء تضاف أيضا إلى أعباء ميزانيات الدول. بدون شك أتفق مع سيادتك في هذا الرأي، وأيضا يعني في دول العالم بشكل كبير معدلات التضخم تؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض دخول الأفراد، لأن ما كنا نشتريه بدولار أصبحنا نشتريه مثلا على سبيل المثال بدولار ونصف أو باثنين دولار، وبالتالي صعود أسعار المستهلكين، بمعنى أن متوسط أسعار المستهلكين فيما يتعلق بالسلع الأساسية وما يحصلون عليه من مواد غذائية وما إلى ذلك حصل فيها ارتفاع. التخوف الأكبر هو من حدوث ما يسمى بالركود التضخمي أو stagflation. stagflation هو مصطلح يعني تزامن التضخم ارتفاع الأسعار مع حدوث حالة من الركود أو ما يسمى بالكساد، وهو ما يمثل خطرا أكبر على المجتمع العالمي، وهو ما تسعى كل الدول إلى الاستعداد أو ما يسمى بتهيئة اقتصادها من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية، من خلال تنشيط مثلا الأبحاث فيما يتعلق بالطاقة المستخدمة من غاز وما إلى ذلك للحصول على بديل لما تصدره روسيا من غاز إلى هذه الدول. أيضا الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وإن كانت تحتاج إلى استثمارات كثيرة وتحتاج إلى وقت للعمل على استخدامها بشكل كبير، ولكن بدأت الدول المختلفة تسعى إلى بدائل أو التفكير في بدائل، إما من خلال الحصول على بدائل للطاقة من دول بديلة لروسيا، أو العمل على تنمية الموارد الذاتية إما من خلال بطاقة بديلة أو ما يسمى بزيادة الاستكشافات للحصول على بدائل لهذه الطاقة، أيضا تنمية مواردها الذاتية من خلال مثلا زيادة رقعة المساحة الزراعية للحصول على السلع الاستراتيجية مثل القمح الذي حدث تأثر كبير في
أسعاره بعد أن حدث هذه الحرب. دكتور ماجد، ربما في حديث لاحق إن شاء الله نتحدث بالتفصيل أكثر مع حضرتك عن يعني محاولات الحل لهذه الأزمات العالمية المتعلقة بالارتفاع الكبير في أسعار الارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات المعروف بالتضخم وحالة الركود في الشراء وغيرها من الظواهر الاقتصادية. دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم. وبحديثنا عن الاقتصاد ننتقل إلى مجموعة من أبرز وأحدث الأخبار الاقتصادية مع الزميل لؤي أباظة. إليك لؤي وبصبح عليك. صباح الخير عليك يا منة وعلى كل السادة المشاهدين، وأهلا بكم في هذه الجولة من أخبار الاقتصاد، حيث وافقت المفوضية الأوروبية بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على خطة قدمتها ألمانيا بقيمة 450 مليون يورو لتشغيل 5 محطات طاقة تعمل بعقود اللجنات بشكل مؤقت، وذلك لتعويض نقص إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا. وذكرت المفوضية الأوروبية في بيانها أن هذا الإجراء الذي يمكن بموجبه تقديم المساعدة حتى 31 مارس 2024 على أبعد تقدير يمكن أن يعوض مشغلي محطات الطاقة عن تكاليف تجهيز المحطات للعمل إذا لزم الأمر، كما أنه سيسهم في حماية توافر الغاز الطبيعي مع نقص الغاز الروسي بسبب الأزمة العسكرية بين أوكرانيا وروسيا. قال سايمون كلارك وزير التسوية البريطاني والحليف الرئيسي لرئيسة الوزراء ليستراس في تصريحات لصحيفة تايمز البريطانية إن فوضى السوق التي أعقبت الميزانية المصغرة لخفض الضرائب الحكومية سوف تمر، وأحذر كلارك من أن بريطانيا يجب أن تستعد لعصر جديد من التقشف. أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها بدأت البحث عن سبل لإصلاح الضرر الذي لحق بأنابيب السيل الشمالي بعد الحادث الذي أدى لتسرب الغاز في بحر البلطيق. وقال سيرجي كوبريانوف المتحدث باسم شركة غازبروم أمس إن الشركة بدأت البحث عن طرق لإصلاح الضرر، حيث لا يمكن الحديث حاليا عن الوقت اللازم لاستعادة إمدادات الغاز. يخطط الاتحاد الأوروبي لإجراء اختبار إجهاد للأمن المادي للبنية التحتية للطاقة الرئيسية، حيث قالت النرويج إن عدة دول أوروبية ترسل مساعدات لحماية منشآتها في بحر الشمال، خاصة بعد انفجار خط أنابيب نورد ستريم. وإلى أسعار العملات، حيث استقرت أسعار العملات الأجنبية أمس السبت تزامناً مع العطلة الأسبوعية للبنوك، فيما لم تشهد أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية أي زيادة أو نقصان. واستقر سعر الدولار ليسجل 19.51 للشراء و 19.57 للبيع، بالنسبة لليورو استقر عند 19.15 للشراء و 18.79 للبيع. كما سجل أيضاً سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري 20.99 للشراء و 21.67 للبيع. بالنسبة لليوان الصيني أيضا فقد استقر عند 2.73 للشراء و 2.74 للبيع. أما عن العملات العربية فقد سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 5.17 جنيه للشراء و 5.20 للبيع. بالنسبة للدرهم الإماراتي أيضا فقد استقر عند 5.28 للشراء و 5.31 للبيع.
وبالنسبة لأسعار الذهب فقد تراجعت أسعار الذهب في مصر أمس السبت بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعات كبيرة خلال اليومين الماضيين، إلا أنها سرعان ما شهدت انخفاضات جديدة وصلت إلى 13 جنيه في الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 1117 جنيه، أما عيار 24 فسجل 1277 جنيه. بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 958 جنيه، ووصل سعر جنيه الذهب ل 8936 جنيه. إذا مشاهدينا كانت هذه جولة سريعة في أخبار الاقتصاد، وهذه عودة للزميلة منا لاستكمال فقرات باقي أخبار الصباح. شكرا لك لؤي. هنا القاهرة، بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حالياً قتالها مع العدو بنجاح. لشعبنا ولأمتنا العربية كلها أن قرون التخلف والهزيمة قد انتهت، بعد أن حققت القوات المسلحة في مصر وسوريا تؤيدها قوات الشعوب العربية أول نصر حقيقي للعرب منذ عدة قرون. عاهدت الله وعاهدتكم على أن جيلنا لن يسلم أعلامه إلى جيل سوف يجيء بعده منكسة أو ذليلة، وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ. النهاردة بيبدأ عام دراسي بشكل رسمي خلاص في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية. الفصل الدراسي الأول هيكون عبارة عن 98 يوم دراسي كامل، من المقرر أنه ينتهي في 26 يناير المقبل بإذن الله، وتبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين. عايزين نتكلم مع حضراتكم عن الاستعدادات الخاصة بالمدارس لاستقبال الطلاب، تسليم الكتب، انتظام الحصص، الجهود المبذولة لسد الاحتياجات من المدرسين، كمان تفاصيل أخرى كثيرة نعرفها هاتفيا مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. عام دراسي جديد بيأتي في وقت العالم كله متوتر، ويعني عنده مشاكل كبيرة في الاقتصاديات. إزاي العام الدراسي حضرتك بتشوفه بداية؟ وطبعا اتفضل. من خلال تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد، تصريحات مبشرة لعام دراسي آمن وعام دراسي سعيد، لأن الطلاب هيتابعهم في المدارس، وده أهم قضية بتواجه الوزير، وإعادة الطلاب إلى المدارس من خلال اللي بيعرضوا تعليم مدمج من مدرستنا واحد واثنين وثلاثة، الفيديوهات بتم عرضها داخل الفصل ومشاهدتها والتعليق عليها، ثم بعد ذلك يأتي عملية المناقشة والحوار مع المتعلمين. أيضا بنجد أن في اهتمام بالأنشطة المدرسية والفنية والرياضية لمدة يوم أيضا،
في الاسبوع لاكتشاف المبدعين والمبتكرين في تدريب للمعلمين واعدادهم للمناهج الجديده بعد تخفيف الرئيسات الرابع والخامس من الحشو والتكرار والابقاء على المهام على المهارات الاساسيه والمفاهيم الاساسيه. في دروس محسنه داخل المدرسه لاعطاء دروس باجور زهيده من معلم المدرسه لتحسين دخل المعلمين. كل ده بيحسب للعام الدراسي الجديد. نعم. بالاضافه لان في سنه الثانويه العامه ممكن الطلاب الناجحين يعيدوا السنه كامله وهذا لم يكن موجودا من قبل. في توفير لاولياء الامور بدخول اولادهم الجامعات الخاصه والاجنبيه، لا اصبحوا يدخلون بعد ذلك في الجامعات. نعم الحكومية. نعم دكتور حسن، حضرتك ذكرت كلمة يعني عانينا منها كمصريين سنوات وسنوات طويلة في ملف التعليم، ألا وهي الحديث عن الحشو والتكرار. وبقالنا سنين بنضع استراتيجيات، ومن عام إلى عام بيرى الكثير من المتخصصين والخبراء التربويين اللي زي حضراتكم طبعا كده أنه بيتم التعامل مع هذه المشكلة جديا واحدة واحدة. النهاردة وفي هذا العام الجديد إزاي حضرتك بتشوف أنه تتجه الدولة إلى مزيد من إلغاء أي حشوة وتكرار، وجعل مناهج طلابنا في المدارس تتواكب والعصر الحديث بشكل علمي مرتبط بالتكنولوجيا ومرتبط أيضا بالمستجدات فيما يتعلق ب يعني إيه اللي المفروض في أعمارهم المختلفة يكونوا بيحصلوه دراسيا؟ الحقيقة طبعا زي ما حضرتك قلتي أن التعليم المدمج هو الصيغة المطروحة هذا العام من خلال الفيديوهات ومن خلال المشاهدات والتأمل ثم المناقشة والطرح. أيضا اليوم الدراسي اليوم العصبي اليوم الفن واليوم الرياضي واليوم اللي هو باكتشاف المبدعين والمبتكرين ده هيحبب الطلاب في المدارس. متابعة الغياب عن طريق اليومي عن طريق الخط ساخن بين البيت والمدرسة وإبلاغ أولياء الأمور بغياب الطلاب ده ايضا يحسب للمدارس هذا العام. عمليه الدروس الخاصه داخل المدرسه باجور زهيده لمعلمين متميزين ده طبعا هيخفف عبء الدروس الخصوصيه. في متابعه ميدانيه مستمره من مجالس الاباء والمعلمين ومن الطلاب ومن قيادات وزاره التربيه والتعليم. كل ده هيوفر العبء على اولياء الامور ويساعد على ان المدرسه تكون بدورها التعليمي والتربوي. نعم الدكتور حسن شحاته الخبير التربوي، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم على هذه المداخله. في طالب متحمس قوي تحسوه متحمس زياده شويه كده، كان ليه صوره من شويه. ربنا يحفظهم جميعا، ربنا يحفظهم جميعا يا رب. وحقيقي انت يعني بتبعت ابنك او بنتك الصبح المدرسه وحاسس انك بتبعت قطعه من قلبك، وبالتالي كل تفاصيلهم كل حاجه متعلقه بيهم، هيحصلوا ايه في المدرسه، هيروحوا ويرجعوا ازاي، الانشطه اللي هياخدوها في المدرسه، لو هو عنده اي مشاكل من المشاكل اللي كتير في هذا الصباح بنتكلم عنها متعلقه بالتخاطب او التعامل مع الاخرين او الهايبرا الجامده اللي هي يعني النشاط الزائد عن اللزوم او عن المعدل الطبيعي، ازاي ممكن المدرسة مع الأسرة في البيت يحاولوا يعالجوا ده. حاجات كتيرة جدا، في عشرات الحاجات اللي بتيجي على بال كل أم وأب، وبنبقى في النهاية يعني بنستودع يعني أطفالنا في رعاية الله، وإن شاء الله يا رب يكون عامل دراسي جميل وجديد. إن شاء الله موضوع المناهج ده قريب يعني مثلا سنة أو اتنين اكتر شويه او في اي وقت، بس نقدر قريب نفرح انه فعلا بقى عندنا زيرو حشو وتكرار. المهم ان يبقى في اراده حقيقيه انه ده يتعمل، وان مناهجنا تبقى مناهج بقى اللي تليق ب 2022 وما بعد ذلك ان شاء الله، وتليق بمصر المتحضره اللي بتطلع لقدام والجمهوريه الجديده، وفكره انه بقينا بنواكب العالم دلوقتي، بنتقدم تكنولوجيا، بنتقدم فكريا في مجالات كثيره جدا. وبالتالي حتى كتير مثلا على سبيل يعني الهزار بين الأمهات، بيقعدوا أمهات يعملوا فيديوز ويتكلموا مع بعض عن أنا ليه بذاكر لابني كذا، أنا ليه ابني عنده كذا في المدرسة. إن شاء الله تكون دائما هذه المنظومة في أحسن وضع، وأهم حاجة الفايدة لأطفالنا أجيال المستقبل. نروح من المدارس
في برضو لسه في نطاق التعليم، ولكن من المدارس نروح للجامعات، بتبدأ برضو النهاردة بعد اكتمال الاستعدادات الخاصة بها من حيث تجهيز القاعات الدراسية والمدرجات، توفير احتياجات لوجستية الخاصة بانتظام الدراسة. بنتحدث عن استقبال أكثر من 3 ملايين طالب بالجامعات والمعاهد، وبالتالي عن الاستعدادات لبداية العام الدراسي في الجامعات. معنا هاتفيا الأستاذ الدكتور عبد الرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا أستاذة منى، صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين وعلى مصر. صباح النور. عام دراسي جميل وجديد، إن شاء الله يكون كله نجاح وتفاؤل. إيه أبرز الاستعدادات يا فندم عند حضرتك في جامعة كفر الشيخ؟ هو زي حضرتك ما تفضلتي، طبعا الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي بدأت يمكن انتهت في الأسبوع الماضي واكتملت، ويمكن كان عندنا بالأمس اليوم الأول في العام الدراسي الجديد 1 أكتوبر، وتزامن هذا الحدث المهم في بداية الدراسة مع احتفالات أكتوبر المجيدة وبداية شهر أكتوبر، وكان عندنا الافتتاح الرسمي للمهرجان الرياضي الثاني للأسر الطلابية على مستوى الجامعات المصرية جميعها بمشاركة 24 جامعة، يعني ما يقرب من 900 شاب وفتاة بيتنافسوا في المنافسات الرياضية، كرة القدم الخماسي، كرة السرعة، تنس الطاولة، الألعاب الترويحية، الألعاب الإلكترونية وخلافه. فطبعا كانت بداية العام الدراسي بداية احتفالات كرنفالية في الجامعة بالأمس، وكانت صورة مبهجة، ويعني بصراحة كان شيء جميل جدا في أجواء احتفالية رائعة. بدأ افتتاح الرسمي للمهرجان بالأمس ويستمر إن شاء الله لغاية يوم الثلاثاء القادم بنهاية المنافسات وتوزيع دروع المسابقة والجوائز على أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الجامعات المصرية. بناتنا وإخواتنا يا دكتور في المهرجان الرياضي اللي بدأ امبارح ومستمر لغاية الثلاث إن شاء الله، أخبارهم إيه؟ نسبهم قد إيه؟ موجودين إيه؟ لا يعني ما شاء الله، يعني كل وفد من الجامعات المشاركة فيه يعني 50% منهم شباب و 50% فتيات. يعني معمولة بنسبة يعني؟ طبعا يعني هم بس البنات أكيد مش بيلعبوا كرة قدم. لا بيلعبوا طبعا في الالعاب الاخرى، العاب الترويحيه والعاب تنس الطاوله وكره السرعه هم يعني بارعين فيها. ويمكن انا مروح البيت من الساعه 1 مساء الامس يعني بالليل، كنت معاهم بالليل في المنافسات، وطبعا الجامعه كلها يعني اجواء احتفاليه وكرنفاليه رائعه يعني استقبال ابنائنا من كل الجامعات المصرية على أرض جامعة كفر الشيخ في بداية العام الدراسي. بنوجه رسالة إلى أهمية الرياضة والمنافسة الشريفة والتوعية والتثقيف اللي طبعا توجه بيهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي احتضان أبنائنا والاهتمام بهم وتوعيتهم وتثقيفهم وفي إطار بناء الإنسان المصري. نعم، الأستاذ الدكتور عبد الرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم. في تحديثات جديدة أضافها موقع تويتر، التحديثات دي مرتبطة بأنه يظهر عدد اللي بيتابعوا التغريدات أو التويتس لأصحاب الحسابات. دي ميزة المفروض أن هي جديدة، بتوضح إيه عدد المرات اللي التويتس اتعمل فيها ريتش أو وصلت فيها للناس. هل الميزة دي بتفرق بشكل كبير ولا لا؟ طب ايه اهميتها؟ واهميتها مش بس ليا كيوزر كمستخدم، اهميتها في السباق الدائم الابدي اللي ما بين تويتر وفيسبوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي. دي كلها اسئلة نطرحها على ضيفنا الكريم اللي بينضم الينا عبر زوم، المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات. تحياتي يا فندم. تحياتي لحضراتكم وصباح الخير عليكم جميعا. هو ايه الميزه يا فندم ان تويتر يعمل الميزه دي او الخاصيه دي، انه يبقى في امكانيه انه نعرف عدد هل المقصود عدد الريتويتس ولا اللايكس اللي بتيجي؟ لانه ما هو كده كده في ريتويت وكده كده في لايك او رياكشن. ايه الجديد في المتعلق بالميزه دي اللي تويتر عملها؟
تمام. هو حضرتك عدد الريتويت وعدد اللايكس اوريدي موجود من زمان، لكن الجديد في الموضوع ده انه كام حد شاف التويته بتاعتك سواء شارك فيها او ما شاركش فيها، ودي صراحه تحديث مزعج جدا لناس كتير قوي من ساعه ما طلع. هو طبعا عشان الناس ما تتخمش في الموضوع وتروح تحمل تحديثات تانيه غلط او تطبيقات تانيه بتضر اجهزتهم تدخل في انتهاكات البيانات بتاعتهم، خلوا بالكم من التحديثات المنتشرة الوهمية على الانترنت. من ناحية تحديث تويتر الجديد، هو بيختص الناس اللي شافت التويتة وشاركت فيها واللي ما شافتش التويتة وشاركت فيها. بس بصراحة ناس كتير متضايقة من الموضوع ده بسبب ان هم لقوا ارقام بس موجودة وشوية والتفاعل قليل. قليل. لا وبعدين في على في حاجه ثانيه يا دكتور يا باشمهندس تضايق برضو، انه هو كده بيجبرني ان انا لما عيني تقع على تويته لحد يعرفه يهمني انا كده خلاص مضطر ارياكت. يعني انا ممكن اقرا تويته ومش عايزه، ماليش مزاج ان انا اعمل رياكشن او يعني اتفاعل معاه، فهو بالميزه دي هيجبرني ان انا اتفاعل معاه. لا بس في حاجه هنا نقطه معينه، ان الناس هتكون مخفيه، هيكون بس في عدد مكتوب. يعني حضرتك لو شفت التويت بدون اسماء عندك بدون اسماء خالص، مش مضطره انك تشاركي او مضطره انك مثلا تعملي رياكت عليها او تكتبي اي حاجه. هو الخاصيه دي بتظهر لصاحب التويت فقط وللناس اللي موجوده بيظهرهم نفس الرقم، بحيث ان يعمل تحليلات موجوده. طب ايه الغرض من التحديث ده؟ الغرض من التحديث ده ان تويتر عايز الناس تشتغل اكتر عشان خاطر الرقم اللي شايفينه ده هو اللي ممكن يكون في يوم من الايام متفاعل على التويته بتاعتك، زي عدد المشاهدات. يعني مثلا دلوقتي حضرتك معاك الموبايل وبتعملي سكرول على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، فبالتالي بيجي قدامك فيديو وقوفك على الفيديو لمده ثانيه بيتحسب مشاهده لصاحب الفيديو، فممكن ما يكونش شايف الفيديو كله لكن بيشوف مثلا ثانيه منه ثانيتين منه. نفس الكلام في تويتر. أنا بالنسبة لي أنا صراحة ضد الخاصية دي جدا، ودايما شايف إن تويتر متأخر في الموضوع ده، متأخر في تحديثات كتير قوي 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 عن بقية مواقع التواصل. ما هو ده سؤال برضو يا باشمهندس ناس كثيرة بتسأله، إنه تويتر ما هواش يعني متميز قوي في موضوع الأبديتس، يعني في تطبيقات تانية شهلة عنه شوية يعني لو نقدر نقول. بالظبط. فيوم ما يجي يحاول يعمل حاجة جديدة عامل أو بذل مجهود ووقت في ميزه مش مهمه قوي، ما هياش ميزه قوي، ميزه ما هياش ميزه قوي. يعني عايز اقول لحضرتك وزي ما حضرتك بتقول هي برضو كده فيها احراج بقى، مش للي بيقرا التويت، لصاحب التويت نفسه، ان ممكن اكتب حاجه وما يجيليش عدد كبير عليها من التفاعل. هي الفكره في الموضوع ده انه تويتر عايزه تدخل الموقف المالي في اي حاجه موجوده، لدرجه حتى تعديل التويتات دلوقتي بقى تدفعي له فلوس عشان يقدر الشخص اللي كاتب تويتر يعدل التويتر من الاول وجديد. فالفكره كلها ان زي موقع فيسبوك مثلا متقدم جدا في تحديثات كبيره. انا شايف ان موقع تويتر او تطبيق تويتر رسمي اكتر، يعني للجهات اللي هي عايزه مثلا تكتب خبر معين، ومجرد انتشار الخبر ده خلاص ده خبر رسمي نزل على الموقع ده، ده تخصصه اكتر في الحته الكونيه دي. طيب. لكن فكره فيسبوك مثلا مقارنه بتويتر هو متقدم بشكل كبير قوي من التحديثات اللي موجوده على الساحه في السوشيال ميديا. طبعا هو لسه الفيسبوك معروف اكتر، متداول اكتر، مش كده؟ من تويتر. طبعا هو بصي حضرتك يعني عايز اقول حاجه للمشاهدين برضو، فيسبوك اكتر تطبيق الى الان بياخد اذونات كتيره جدا على الموبايل، واكتر تطبيق فيه مميزات كتيره قوي، واكتر تطبيق موجود بين السوشيال ميديا انتشارا، وده بسبب كثره التحديثات، كثره الشركات اللي بتشارك في المجال الاعلاني، وبسبب نسبة عبور المنشورات التجارية للناس الصحيحة، لدرجة وانت حضرتك قاعدة دلوقتي ممكن تقولي منتج إلكتروني معين أو منتج عايزة تشتريه، وساعتها يطلع لك فجأة في الموبايل كل السيرش عن المنتج اللي حضرتك قلتيه من غير ما تمسكي حتى الموبايل، ده بسبب الإذن اللي واخده فيسبوك للكاميرا والصوت وكده. طيب. فالفكرة كلها إن نسبة عبور المنشور التجاري بيبقى أكتر فيه، فبالتالي أكتر استخداما من بقية مواقع التواصل الاجتماعي التانية. أنا كانت هربانة مني الكلمة، كنت عايزة أقول إن فيسبوك بوبيلر أكتر من تويتر، كانت هربانة مني الكلمة. طيب قبل ما نشوف بس عرض معلوماتي سريع، عندي سؤال مهم. حضرتك من شوية كنت بتقول
بنحذر الناس، ودي نقطة مهمة طبعا جدا. آه طبعاً. بنحذر الناس جداً من ان في ابديتس وهمية على الانترنت، يقول لك ادخل عشان تعمل ابديت لتويتر او لفيسبوك او ايا كان. حلو جدا. الابديت يا فندم، ايه الطرق الشرعية المضمونة الآمنة اللي نعملها منها؟ يعني من فين؟ اول حاجة انا مش عايز الناس تقلق تماما انه التحديث ده موجود عند غيرها ومش موجود عندها، لان انت موجود في منطقه زمنيه معينه، حتى لو معاك ناس موجودين في نفس المكان وصل لهم التحديث ما تستعجلش على ده. خلي بالك اي ترند بيحصل، اي تحديث بيحصل، او اي حاجه بتحصل على تطبيق معين، بيطلعوا المخترقين بيوزعوا لينكات وهميه بيقول لك تعالى حمل تطبيق تويتر من هنا، او حمل التحديث الجديد للتطبيق اللي انت محتاجه، فادخل على اللينك ده وحمل التطبيق. وبالفعل بتلاقي التطبيق بينزل عندك، ممكن بنسبه 90% ياخد منك بيانات كتير جدا، وتبقى انت في ايد المخترق ده 24 ساعه. الخطوه الصحيحه لاتباع التحديث الصحيح انك دايما تتابع الاب ستور او البلاي ستور الخاص بجهازك، وتشوف الابديت جه من خلاله ولا لا. اوعى تدوس على لينكات وهميه خارجيه، اوعى تحمل تطبيق. طب ممكن اقترح حاجه يا باشمهندس؟ احنا ليه ما نلتزمش ان احنا ما نعملش اي ابديت الا عن طريق ابل ستور او جوجل بلاي؟ او هو ده اللي بالفعل لسه جوجل بلاي بس كده بالظبط كده. هو البلاي ستور او الاب ستور هو المتجر الرئيسي اللي دايما تتبع وراء التحديثات الجديده في اي تطبيق عندك. ولا في هاكينج يحصل ولا ياخدني ولا فيروس ولا الكلام ده. دكتور عايز بس اوريكي حاجه. هو ده شكل التحديث لو حضراتكم شايفين. مش عارفه احنا قادرين يا شباب نشوف الصوره؟ خليك معانا يا باشمهندس. شايفينه بوضوح، اتفضل. هو ده شكل التحديث الجديد اللي هيكون موجود، عشان ما حدش يضحك عليكم بتطبيق وهمي او تطبيق بينزل على الموبايل عندك وينتهك خصوصيه حاجات كتير عندك. فخلوا بالكم من الموضوع ده لانه منتشر كتير اصلا الايام دي. دي اهم نقطه، خصوصيه الغير. انا لسه مع حضرتك في سؤالي الاخير ليك، بس هستاذنك نروح سريعا نشوف عرض معلوماتي برضو عن نفس الموضوع اللي بنتكلم فيه، ونرجع مره ثانيه نكمل او نطرح اخر سؤال على حضرتك. نتابع معاك. باشمهندس، التعديلات والتحديثات التحديثات دي كلها لما بتتعمل بيبقى دايما اليوزر او المستخدم متوقع انه يبقى فيه ميزه اعلى، بصرف النظر عن الميزه اللي ما احناش شايفينها قوي ميزه اللي تويتر عملها مؤخرا. ايه اللي حضرتك شايفه، وده سؤالي الاخير لحضرتك، ايه اللي حضرتك شايفه انه، خلينا نتكلم على التطبيقات الاشهر ربما فيسبوك تويتر انستجرام، اللي محتاجين بجد ان هم يعملوها يربطوا نفسهم اكتر بالناس ويسهلوا على الناس، خصوصا الناس اللي تلات ارباع الوقت قاعده على السوشيال ميديا، فيديوز، امكانيات تخاطب. وبعدين كان في من فتره مطالبات عالميه انه الفويس مسج اللي بنبعتها على واتساب لبعض يا حبذا لو تتعامل كخاصيه على المواقع التواصل، لانها بتسهل، يعني اكيد اسهل بكتير من التايبنج او الكتابه. أنا كأحمد طارق مختص في مجالي، أكتر حد بيستخدم السوشيال ميديا في حياته وأكتر حاجة الفيسبوك زي ما احنا اتكلمنا وإنستجرام. أنا يعني أكتر ميزة شايفها هتنفع ناس كتير قوي الفويس كومنت أو التعليق الصوتي. بصراحة دي ميزة احنا في 2022 يا جماعة، يعني شركات يا ريت لو تسمعونا كده، حدثوا نفسكم للفويس كومنت. الفويس كومنت ده ان انت تخلي 30 ثانية بس، مش أكتر من 30 ثانية تقول فيها رأيك، لأن أنا بحل مشاكل الغير فبالتالي بعاني من الكتابة الطويلة. صحيح. فبالتالي 30 ثانية ممكن تختصر عليها حاجات كتير. صحيح. جدا، وتختصر على المستخدمين برضو حاجات كتير جدا في التعليق الصوتي. دي أكتر ميزة موجودة، ويا جماعة أو يا شركات كبيرة. نعم. خلوا بالكم. نعم. من انتهاك. نعم. خصوصياتنا، احنا بقينا تجارة. نعم. في إيدينا. نعم.
صراحة يعني. نعم شكرا ليك جزيل الشكر المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات، شكرا ليك كنت معنا عبر زوم، وياريت فعلا لو هيعملوا موضوع الفويس كومن ده لا يتعمل بحد أقصى 30 ثانية، لكن أكتر من الناس اللي بتبعت فويس مسج 3 و4 و5 دقايق دي لا صعبة جدا. حالا دلوقتي ننتقل في موجز التاسعة صباحا ويصحبنا إليه الزميل لؤي أباظة اللي بنجدد الترحيب به مرة أخرى، إليك لؤي. صباح الفل عليك يا منة وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة من أخبار أو موجز الأخباء. التاسعة صباحا السابع بتوقيت جرينتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع جاء في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق الذي أقرته الدولة تقديرا للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن سيطرة أوكرانيا على ليمان يخلق معضلات جديدة للجيش الروسي، وأضاف أوستن أن ليمان تقع عبر خطوط الإمداد التي استخدمتها موسكو لدفع قواتها وعتادها إلى الجنوب والغرب مع مواصلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا والتي بدأتها قبل أكثر من 7 أشهر، مشيرا إلى أنه بدون هذه الطرق سيكون الأمر أكثر صعوبة. قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إن ألمانيا ستسلم أول نظام من بين 4 أنظمة دفاع جوي متطورة إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة، وأضافت خلال زيارة غير معلنة لمدينة أوديسا الأوكرانية أن أنظمة الدفاع الجوي ستساعد في التصدي لهجمات الطائرة الروسية المسيرة، وتوجه ألمانيا دعوات لزيادة دعمها إلى أوكرانيا بما في ذلك إرسال أسلحة هجومية مثل الدبابات الحديثة التي تقول كييف إنها تحتاجها لمهاجمة القوات الروسية. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المدير العام للمنظمة رافائيل جروسي يعتزم زيارة موسكو وكييف لمناقشة مبادرة إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا النووية. وقالت الوكالة في بيان أن المدير العام يواصل مشاوراته والجهود الأخرى الهادفة إلى تحقيق الأمن النووي في أقرب وقت ممكن. أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن قمة القادة الأوروبيين التي ستعقد في براغ ستتطرق إلى حماية البنى التحتية الأساسية للاتحاد الأوروبي خاصة بعد التخريب الذي طال خطي أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، واعتبر ميشيل أن تخريب نورد ستريم هو تهديد للاتحاد الأوروبي بالكامل. تنطلق اليوم الانتخابات الرئاسية في البرازيل حيث يتنافس عدة مرشحين للفوز بالفترة الرئاسية المقبلة التي تمتد ل4 سنوات، وتنحصر المنافسة بين قوى اليمين ممثلة في مرشحها الرئيس الحالي جاير بولسونارو وبين قوى اليسار ممثلة بمرشحها الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا. ووفقا لاستطلاعات الرأي حافظ لولا دا سيلفا على تقدمه في نوايا التصويت بفارق 14 نقطة على بولسونارو، ما ينعش آماله في الفوز بالانتخابات من الجولة الأولى. أعلنت السلطات الإندونيسية ارتفاع حصيلة قتلى حادث التدافع خلال مباراة لكرة القدم إلى 174 شخصا، ووقعت المأساة في مدينة مالانج شرقي البلاد حيث أدت إلى إصابة العشرات أيضا في واحدة من أسوأ كوارث الملاعب الرياضية في العالم. وقررت السلطات تعليق مباريات كرة القدم في البلاد لمدة أسبوع وفتح تحقيق في الحادث. إذن مشاهدينا تابعنا هذا الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. هذه تحياتي لؤي أباظة وهذه عودة للزميلة منا لاستكمال فقرات باقي أخبار الصباح. شكرا لك لؤي. يا اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. النهارده زي ما قلنا طبعا وزي ما كلنا عارفين عوده المدارس، وبالتالي غير ان احنا يوميا لازم بنتابع حاله الاحوال الجويه مع حضراتكم وحاله الطقس، كمان نروح بالتفاصيل اكتر. حاله الطقس النهارده بتتوقع هيئه الارصاد الجويه انه اليوم الاحد يكون الطقس شديد الحراره رطب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد،
حار على السواحل الشرقية معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. نروح مع حضراتكم دلوقتي إلى استعراض لدرجات الحرارة اليوم في عدد من المحافظات المصرية. تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. تحياتي لحضرتك دكتور منار. أهلا بك دكتورة منى وأهلا بكل مشاهدي التلفزيون. أهلا بكم دكتور. الناس في شعور عام كده عندنا بقالنا كذا يوم إنه الحر والرطوبة نسبهم عالية وفرحة الناس بأن أكتوبر دخل وبالتالي توقعاتنا احنا طبعا كمواطنين يعني درجات الحرارة تقل ما حصلش قوي، هل ده الطبيعي في مثل هذا التوقيت من كل عام ولا في اختلافات في درجات الحرارة حصلة أو الحر عمال مدته بيزيد شوية نتيجة طبعا حاجات كتيرة من ضمنها الاحتباس الحراري على سبيل المثال؟ بالفعل احنا خلال الايام الماضيه بنشهد ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 5 ل 6 درجات، لان احنا خلاص بدانا فصل الخريف، لكن دايما النص الاول من فصل الخريف بيشهد موجات ارتفاع في درجات الحراره لان هو بياخد بعض سمات فصل الصيف، فبيبقى امتداد لفصل الصيف دايما النص الاول من فصل الخريف، فوارد جدا بتتكرر فيه موجات ارتفاع في درجات الحراره. ارتفاعات كمان نسب الرطوبه بتبقى على حسب مصادر الكتل الهوائيه، لكن بالفعل كان في ارتفاعات في نسب الرطوبه. التقلبات الجويه بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحراره وخاصه الارتفاعات الملحوظه والانخفاضات الملحوظه في درجات الحراره دي سمه اساسيه في فصل الخريف، خاصه زي ما بنقول النص الاول من فصل الخريف. ان احنا اليوم هتنتهي موجه ارتفاع درجات الحراره لان احنا اليوم لسه مكملين في ارتفاعات درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى، متوقع تكون 35 درجه مئويه. من غدا هتبدا درجات الحراره تنخفض تدريجيا وتكون 32 درجه مئويه على القاهره الكبرى. مع نهايات الاسبوع هيكون انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، فالتذبذب في درجات الحراره مع نهايه الاسبوع ايه يا دكتور؟ عفوا، مع نهايه الاسبوع هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات يعني النهارده اخر يوم في الحراره العاليه 35 هتقل من بكره بقى بالظبط، من غدا ان شاء الله هتنخفض بحوالي من درجتين لثلاث درجات. تمام. ومع نهايات الاسبوع هتوصل ل 30 درجه مئويه على القاهره الكبرى، هنحس بالاجواء الخريفيه، يمكن كمان مع فترات الليل والصباح الباكر هنبدا نحس ببعض البروده. فالاسبوع الواحد هيبقى فيه ارتفاع وانخفاض، وده حاجه يعني سمه اساسيه في فصل الخريف. اليوم الواحد نفسه هنحس بيه فرق كبير بين درجات الحراره خلال فتره النهار وفتره الليل. طيب دكتور، نسب الرطوبه اخبارها ايه؟ لانه احنا الصيف ده الحقيقه تعبنا شويتين ثلاثه من نسب الرطوبه العاليه، وحضرتك كنت دايما بتشرحي لنا انه درجات الحراره ممكن تبدو في اوائل الثلاثينات، لكن المشكله واللي محسسانا بالصهد والحراره هي نسب الرطوبه العاليه. اليومين دول اخبار نسب الرطوبه ايه؟ بالفعل الايام الماضيه كان في ارتفاع طفيف في نسب الرطوبه، خاصه ان التوزيعات الضغطيه كانت بتساعد على الاحساس بنسب الرطوبه، لان احنا كنا بنتاثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فبيحبس كميات الرطوبه كلها في طبقه قريبه من سطح الارض، فبيخلينا نحس اكثر بوجود نسب رطوبه في الجو، واللي دايما بتاثر على درجات الحراره ان احنا بنحس بيها اعلى دايما من القيم اللي احنا بنقولها. لكن خلال الايام القادمه ان شاء الله من غدا هنبدا نأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، المنخفض ده هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي هو رفع كميات الرطوبه في طبقات جو عليا، فمش هنحس بنسب الرطوبه زي الايام الماضيه، خاصه كمان مع وجود نشاط للرياح خلال فترات المساء وساعات الليل وحتى ساعات الصباح الباكر هيقلل احساسنا بنسب الرطوبه، ففي عوامل هتقلل احساسنا بوجود نسب رطوبه خلال الايام القادمه ان شاء الله. طيب دكتور منار، هل لما درجات الحراره من بكره باذن الله تقل درجتين ثلاثه زي ما حضرتك ذكرتي، ومعانا حتى نهايه الاسبوع اقل من النهارده اللي هو يعني يعتبر درجه الحراره القصوى خلال الاسبوع ده، هل هنرجع تاني على الاسبوع الجاي او في اي وقت تاني الفتره الجايه تعلى تاني درجات الحراره،
ولا خلاص ده بداية يعني هبوط في درجات الحرارة ونفضل بقى على كده لغاية لما ندخل إن شاء الله في الشتاء؟ يعني احنا ان شاء الله على الاقل اللي منتصف الاسبوع القادم مستمرين في انخفاض درجات الحراره، لكن لسه مكملين في شهر 10 وارد جدا، احنا لسه بنقول النص الاول من فصل الخريف وارد يقرر فيه موجات ارتفاع ترجع تاني، ممكن الحراره يحصل ارتفاعات مده يوم اثنين ثلاثه كمان في ارتفاع درجات الحراره وتعود للمعدلات الطبيعيه، لكن معدل درجات الحراره في شهر 10 بيبقى منخفض عن شهر 9، فالارتفاعات بتبقى اعلى من المعدلات ما بتبقاش بالصوره الكبيره، يعني احنا خلال الايام الماضيه بنسجل 36 و37 ده اسمه ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره. في شهر 10 لان معدلات درجات الحراره هتنخفض فارتفاعات درجات الحراره بتوصل فيها 33 34 ده احنا بنقول ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره. نعم. الدكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم لوجودك معنا هاتفيا. وبالحديث عن الطقس نتحدث الآن عن حالة المرور، والنهاردة زي ما كنا بنقول في الأول أول يوم بقى رسمي كده في المدارس والجامعات والمعاهد، ناس كلها نزلت الشارع، عايزين نعرف أكتر عن حالة المرور في بث مباشر لكاميرا أكسترا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور. زميلنا أيمن عماد اللي بنصبح عليه مراسل أكسترا نيوز اللي موجود هناك بالفعل على الهواء، إليك أيمن، ما هي الحالة المرورية لديك لهذا الصباح؟ صباح الخير عليك يا منى، بالفعل زي ما ذكرتي متابعه الحاله المروريه في هذا اليوم لها اهميه كبيره عند جميع الاسر المصريه، خاصه مع بدء العام الدراسي الجديد، ملايين من الطلاب والطالبات توافدوا الى الشوارع للذهاب الى المدارس والجامعات والمعاهد في كل لبدء العمليه الدراسيه. بدايه يعني نبدأ من النقطة الأبعد من محور بن زايد الجنوبي في العاصمة الإدارية الجديدة، الحالة المرورية في كلا الاتجاهين للمتجه إلى العاصمة الإدارية لمواصلة الأعمال التي تحدث في هذه العاصمة الكبيرة، ما فيش أي معوقات، الحالة المرورية زي ما الشاشة بتبين ما فيش أي معوقات في انسيابية مرورية في كلا الاتجاهين. من نقطة أخرى هنا للمتجه إلى الرحاب ومدينة يعني ومدينتي وإلى العاصمة الإدارية من أعلى طريق السويس بيشهد انسيابية مرورية في كلا الاتجاهين، وأيضا للمتجه إلى القاهرة ما فيش أي معوقات في كلا الاتجاهين. ولكن لو هنروح لنقطة أخرى أقرب إلى القاهرة وهنا من منزل أو هنا تحديدا في الجيزة من المتجه إلى منزل الصعيد في الانسيابية المرورية واضحة كما تبين لنا الشاشة، ما فيش أي معوقات بعدما تمت التوسعات الكبيرة في هذه المنطقة، بعدما كنا بنشاهدها لفترات كبيرة بتكتز بالزحام، ولكن بعدما تم التوسعة الكبيرة للدائري في كلا الاتجاهين بالتأكيد أحدث طفرة على الحالة المرورية في هذا الشريان الهام، وأيضا للقادم من التجمع الخامس أو طريق الأوتوستراد أو البحر الأعظم متجها إلى السادس من أكتوبر انسيابية مرورية في كلا الاتجاهين. من نقطة أخرى هنا من أعلى الأوتوستراد من الدائري الاتجاهات في يعني في كلا الاتجاهين بيشهد انسيابية مرورية للمتجه إلى التجمع أو في الطريق المعاكس للمتجه إلى البحر الأعظم، ما فيش أي معوقات، الحالة المرورية بتشهد انسيابية كبيرة، وأيضا يعني ربما هذه السيولة بتشهد يعني هناك بسبب متابعة مستمرة من رجال المرور الوقوف على الحالة الأمنية أو الحالة المرورية لحظة بلحظة، والتوسعات الكبيرة التي طالت هذه المحاور والتحديثات الكبيرة التي حدثت للطرقات. من نقطة أخرى هنا من أعلى محور رود الفرج للقادم من السادس من أكتوبر متجها إلى شبرا والقاهرة انسيابية مرورية تامة ما فيش أي معوقات، وأيضا للمتجه من شبرا وجاي من تحيا مصر متجها إلى يعني متجها إلى مصر اسكندرية الصحراوي أو السادس من أكتوبر انسيابية مرورية، وأخيرا محور السادس والعشرين من يوليو اللي بيشهد توسعات في هذه الأيام انسيابية مرورية للقادم من أكتوبر ما فيش أي معوقات أو للمتجه إلى أكتوبر، ولكن الحالة المرورية بسبب التوسعات زي ما ذكرنا التي تحدث والأعمال الإنشائية التي تحدث هناك بعض الزحام النسبي ولكن غير مؤثر. ربما
ما تبينه الشاشات حتى الآن الحالة المرورية بتشهد انسيابية مرورية في معظم المحاور والميادين الرئيسية. نعم. إليك زميلنا أيمن عماد مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا على الهواء مباشرة من داخل الغرفة العامة للإدارة العامة للعمليات بالمرور، جزيل الشكر ليك على هذه المتابعة. دلوقتي هنروح إلى جولة لعرض أبرز مواعيد القطارات من الوجه البحري والقبلي، نتابع معا. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفكري، والاسم يا حلالي ساعة ما أقول يا مصر. إن القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة سوف تعبر قناة السويس لتتولى مسؤوليتها الوطنية على الضفة الشرقية للقناة. أقول باختصار أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. يا اهلا وسهلا بحضراتكم، ووصلنا دلوقتي لهذه الجوله اليوميه من هذا الصباح في بلاط صاحبه الجلاله، استعراض لابرز عناوين الصحف المصريه الصادره لهذا الصباح مع ضيفتنا الكريمه في الاستوديو الكاتبه الصحفيه الاستاذه فريده الشباشي. يا صباح الخير على حضرتك. صباح الفل عليك وعلى كل الساده المشاهدين. عندنا ملفات كثيره وموضوعات كثيره، وكالعاده ننتقل مع حضرتك من موضوع لموضوع برشاقه كالعاده في هذا الحوار. ان شاء الله ربنا يسهل. ان شاء الله. نشوف بس الاول مع حضرتك ومع الساده المشاهدين كده استعراض سريع لابرز العناوين اللي اخترناها للحديث والتعليق عنها مع ضيفتنا الكريمه، نتابع معا.
مع هذه العناوين والموضوعات. نبدأ بأول عنوان اخترناه لحضراتكم مع الأستاذة فريدة الشباشي، وأول عنوان يا أستاذتنا اخترناه من اليوم السابع، العنوان يقول طفرة في قطاع الصناعة الهندسية بمصر. نعم. إيه تقييم حضرتك؟ والفترة اللي فاتت دي كان فيه تصريحات كتيرة وكان فيه لقاءات كتيرة للسيد الرئيس كمان حتى في مختلف المناسبات، ويتحدث عن توطين الصناعة وغيرها. إيه تقييم حضرتك للمجهود اللي حاصل من الدولة المصرية في قطاع الصناعة الهندسية تحديدا؟ يعني أنا رأيي إن ده المجهود اللي كنا منتظرينه واللي كان واجب على أي حاكم، بس اتركن. لأنه انت النهاردة لما تيجي تصدري حاجة، ما انت بتستوردي حاجات كتير، أما تصدري بتعملي يعني تقريبا بتعدلي الموقف، ممكن كمان يبقى التصدير أكتر على حسب الصناعة وعلى حسب احتياجات السوق العالمية لها. فانت النهاردة لما بتعملي بتوطني الصناعات، يعني انت ما انتيش قاعدة بس بتاخدي من، احنا على فكرة في الستينات كان عندنا صناعات بتنافس بره، فبنرجع تاني لأن عندنا نفس القدرات ونفس المواهب ونفس القدرة على الابتكار وعلى يعني التوصل إلى الحاجة الأفضل يعني كل مرة بتاع. فده إحنا لازم نستفيد، لأن هي الصناعة إيه؟ الصناعة عبارة عن مواد خام زائد المخ، النهى والخبرة. يعني إزاي تعرفي إزاي وإيه اللي محتاج بره؟ في دراسات، يعني ما جيش أنا مثلا على حاجة ما حدش محتاجها وأعملها. يعني بقى في تنسيق واعي لي، مش بس توطين الصناعة والصناعات التصديرية كمان الاهتمام بيها، إيه هي الصناعات التصديرية اللي العالم محتاجها؟ فده يعني بيخلينا في مأمن، من يعني عندنا أمان، ما عندناش إن إحنا نعمل حاجات ونكدسها جنبنا، لا إحنا بنعمل حاجات وليها أسواقها وليها طالبيها يعني، وكده كل ده مهم جدا، وبيعود علينا احنا اولا زياده خبره و يعني ايراد عمله صعبه بتنفعنا في حاجات تانية يعني من في النواحي اللي ناقصانا، وغير كده كمان انها بتتطور يعني كل مره بنبقى احسن من اللي قبلها. هنروح مع حضرتك إلى خبر آخر واخترناه من صحيفة الدستور، وإشادة ألمانية بمؤتمر كوب 27، والجزء الحقيقة جاي من الإشادات، فكرة الكلام عن الآمال المعقودة والطموحات اللي تصاحب هذا المؤتمر في وقت يعني لسه بنتكلم عن أعاصير إيان، وبنتكلم على تغيرات مناخية خطيرة، درجة حرارة الكوكب اللي المفروض إنها ما تتجاوزش كوكب الأرض كله، المفروض إنها لا تتجاوز 1.5%، إحنا بنتكلم إن إحنا واصلين لواحد واحد فاصل واحد واحد فاصل درجة، واحتمالات نوصل لواحد فاصل أربعة خلال الأربع خمس سنوات القادمة أصبحت قليلة. ففي رعب حاصل يا أستاذة فريدة. في رعب. إزاي بتشوفي اهتمام العالم؟ وأنا دايما الحقيقة بقول الأهم من اهتمام العالم جدية العالم وتحديد الدول الصناعية الكبرى بالزبط. وأخذهم لهذا المؤتمر بالتوصيات اللي هتطلع منه على محمل الجد. بالضبط. هو بقى الكلمة اللي قالها أو العبارة اللي قالها الرئيس السيسي، أنا في رأيي هي دي نقطة الانطلاق والوعي بخطورة الحالة بتاعت الكوكب والتنامي بتاعت الانبعاثات والانفجار السكاني، مليون حاجة كأن ما فيش مخ، انت عارفة كأن كوكب الأرض ده كده جبال وبحار وما فيش حد بيفكر ايه اللي كفيني، ايه اللي لازم أخد بالي منه، ايه اللي بيزود الحرارة لدرجة تهددني. فالرئيس قال عبارة أنا عجباني وبيتهيألي إنها أحدثت أصداء جامدة قوي، إنه قال إن مفيش حد هيفلت، يعني الانبعاث الكربوني ده والانبعاثات السامة بالنسبة للكوكب مفيش دولة هتنجو منها مهما كانت إمكانياتها ومهما كان موقعها في العالم، يعني حتى لو كانت إيه، لكن اللي هيضار الدول الفقيرة والدول الغنية. فإذا يبقى لازم يبقى فيه تعاون إنساني لإنقاذ الإنسانية. طبعا الدول النامية ستصب أو ستتأثر بشكل أكبر بكثير، ولكن في النهاية كله فعلا كله خصوصا الدول الكبيرة كمان على فكرة، لأن هي اللي عندها انبعاثات كثير قوي من الصناعات وعدم واستهتار ببقية العالم، وده كان من زمان. يعني تفتكري يا أستاذة فريدة هيفضل في حالة من الاستهتار من الدول الصناعية الكبرى؟
ولا بعد اللي حصل الصيف اللي فات ده والحرايق اللي فجأة كانت بتحصل في دول أوروبية وتقعد بالأسابيع مش عارفين يطفوها؟ ده إنذار. تفتكري هتتغير بقى هيتغير التعامل مع هذا الملف؟ لا مضطرين يتغيروا، بس لو ما تغيروش يعني ممكن يبقى فيه عواقب سيئة، يعني ممكن دولة ما لا ترضخ للمعايير أو لمتطلبات النقاء الجوي أو تنقية الكرة الأرضية ممكن العالم كله يقاطعها، لأنه اللي بيهددها مش هي اللي بتتهدد، ده البشرية كلها مهددة دلوقتي. زي ما أنت قلت، شوفي المناظر اللي بيشوفها دلوقتي، الحرائق في الغابات والأعاصير والفيضانات، حاجة عمرها ما حصلت. طب لو كده بقى، لو طلعت فيضانات وغرقت الكرة الأرضية كلها هنروح فين؟ ما هو الاحتباس الحراري هيدوب الجليد، فالجليد هيؤدي إلى خلينا نروح مع حضرتك إلى صحيفة الوطن، واخترنا عنوان في تناولها لملف انطلاق العام الدراسي الجديد. كل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيبين النهاردة. كل أطفالنا وشبابنا طيبين يا رب. النهاردة طلبة المدارس لابسين اليونيفورم وطالعين على المدارس طبعا. وطلبة الجامعات برضو رايحين الجامعات. وعنوان في الجريدة: النور مكانه في العقول. بالظبط. استعدادات كده. الدولة لاستقبال العام الدراسي الجديد. وعايز أسأل حضرتك يا أستاذة فريدة، تطمحي في إيه؟ وأنا بتحدث طبعا مع يعني أستاذة كبيرة وحضرتك لفيتي العالم وعندك اطلاع على ثقافات غربية كثيرة، طموحك إيه في مناهجنا الدراسية؟ نوصل لإيه؟ يعني أنا بتمنى وإن شاء الله أعتقد إن هو ده هيبقى ده المنهج اللي جاي، إنه إحنا نبقى يعني بنتعلم فعلا، وعلوم هي اللي ماشية وسائدة في الإنسانية كلها. يعني ما نجيش إحنا مثلا لا نعمل منهج لوحدنا ونحفظ حاجة لوحدنا، لا. بس الحاجة اللي أنا نفسي فيها جدا 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 هي المساواة في المدارس. يعني ما فيش حد يعني مدرسة تلبس على كيفها، طالبات يلبسوا يعني اليونيفورم اللي انت قلت عليه ده، اللي هو الزي المدرسي، هو ده المفروض يفرض، لأنه احنا عندنا لسه في أصابع بتلعب جوه الدولة. ما فيش حاجة، أنا مش مصدقة إن خلاص خلصنا، لسه احنا بنخلص وبنحاول نخلص. فأنا لما أجي لطفلة قد كده مثلا وخليها على سبيل المثال هي محجبة، والطفلة اللي جنبها سواء مسيحية أو مسلمة مش محجبة، أنا بعمل الفرقة من الطفولة المبكرة جدا. الفكرة برضو العالمية يا فندم، حتى في موضوع التوحيد يونيفورم ده كمان كله. لأنه بيعلم الديسيبلين، الالتزام. بالظبط. فأنا بطلع من أصلا مش مسألة ألبس إيه، مش مسألة بالزبط. الطفل بيلبس إيه بس، لا. هي ما وراء فرض يونيفورم او توحيد يونيفورم على الكل، علشان يبقى كله زي بعض، يبقى في نوع من المساواه، الاحساس بالمساواه الانسانيه يبدا من الطفوله. ما اجيش انا من الطفوله ازرع فيه الكراهيه والاختلاف والخلاف، وان انت وتيجي مثلا مدرسه لا انت لازم تلبسي، لا. يبقى في دوله، انا نفسي نرجع تاني الدوله. وانا عايزه اقول مثل دايما بقوله، لانه فعلا يعني اتبهرت بيه لما حصل، لما ابني كان صغير، ابني نبيل، ورحنا رحنا باريس، ورحت المدرسة، فأول حاجة يعني من ضمن الحاجات اللي قالوها لي، يمكن مش أول ما استقبلوني، بس من الحاجات اللي قالوا لي دي ده قانون عندنا هنا، لأن أنا مصرية وابني مصري، فعرفوا إن إحنا لسه جايين. يعني قالت لي مفيش حاجة اسمها مظهر ديني، يعني ابنك ممنوع يلبس صليب، ممنوع يلبس قرآن، ممنوع يلبس نجمة. نعم. يعني هو هنا تلميذ بس. الأستاذة فريدة الشباشي، الوقت النهاردة عدى بسرعة جدا، يعني أكتر من كل مرة. بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معنا، والتعليق على بعض أبرز العناوين اللي جاءت في صحف هذا الصباح. الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي، شكرا ليك يا فندم. شكرا. هننتقل دلوقتي مع حضراتكم إلى لؤي في مجموعة من أحدث الأخبار الرياضية، ونرجع بعد ونكمل ما تبقى لنا في هذا الصباح. إليك لؤي. أهلا بك منا، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الرياضية. مباراة مجنونة ومثيرة. سيحبس أنفاسنا رونالدو.
نجحت اللاعبة ميار شريف في الفوز ببطولة بارما المفتوحة للتنس للسيدات لتصبح أول مصرية تفوز بإحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس للمحترفات، وذلك بعد انتصارها في المباراة النهائية على المصنفة الأولى ماريا سكاري وبنتيجة 7-5 و6-3. وإلى جانب حصولها على أول ألقابها في مسيرتها، حققت ميار شريف أيضا فوزها الأول على واحدة من المصنفات العشر الأوائل على مستوى العالم، كما فازت في الدوري قبل النهائي للبطولة على الرومانية آنا بوغدان المصنفة رقم 6 عالميا. Finished in style by Maya Sharif. Look what it means. The second final on the Hologic WTA Tour. The last one just over a year ago. حقق أرسنال الإنجليزي فوزا كبيرا على توتنهام بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وبهذه النتيجة يعزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، فيما يتجمد رصيد توتنهام عند النقطة 17. سقط ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح في فخ التعادل 3-3 أمام نظيره برايتون، وذلك في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي. وبهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد برايتون في المركز الرابع برصيد 14 نقطة. خطف تشيلسي فوزا مثيرا من مضيفي كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب سيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وحقق تشيلسي فوزه الأول تحت قيادة مديره الفني الجديد جراهام بوتر بعدما تعادل مع ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 1-1 في دوري أبطال أوروبا. إذا مشاهدينا جولة سريعة في أخبار الرياضة، وهذه عودة للزميلة منا لاستكمال بقرات باقي أخبار الصباح. شكرا لك لؤي. أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. في يوم 6 من شهر نوفمبر المقبل بإذن الله
رؤساء وملوك ووفود عن 196 دولة هيكونوا موجودين في مصر وتحديدا في مدينة السلام شرم الشيخ، حيث انعقاد مؤتمر المناخ في دورته 27. نتحدث عن أكثر من 30,000 مشارك، مئات الوكالات والمحطات الإعلامية وأنظار مئات الملايين في العالم، والتي ستتوجه صوب هذا المؤتمر اللي بتعقد عليه الحقيقة آمال كبيرة جدا في وضع حلول وقرارات للحد من تأثير تغير المناخ على البيئة. أهمية المؤتمر ده بترجع للأخطار الكبيرة اللي أصبحت بتهدد العالم كله، بتضع العالم في مأزق حقيقي. نتحدث عن أخطار المجاعة، الجفاف، التغيرات المناخية في الطقس، ارتفاعات في درجات حرارة الأرض كلها، وبالتالي هناك قلب لموازين الطبيعة أو ما يسمى ويعرف مؤخرا باسم غضب الطبيعة. تفاصيل أخرى كثيرة عن مؤتمر قمة المناخ COP27 وعن التغيرات المناخية بيسعدنا أن تكون معنا في الاستوديو الدكتورة نهى دنيا، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيكم جميعا. COP27 يأتي في وقت لسه بنطلع من فصل الصيف بعد سلسلة من كوارث طبيعية حقيقية أغلبها كان غير متوقع، أو أنه كان بيحصل في بلدان معينة ولكن ليس بهذا ليس بهذه الدرجة من الحدة في التفاعل مع البيئة والطبيعة. ما المنتظر بشكل عام من هذا المؤتمر، ولماذا يأتي في وقت مهم جدا حتى أنه العالم يتطلع إلى قمة المناخ؟ هو حاليا احنا وسط التغيرات المناخيه، يعني الظواهر كلها حوالينا زي ما قلتي، في جفاف في الاراضي، في الانهار، في تصحر، في سيول مختلفه في اماكن كتير، في ارتفاع درجات الحراره غير مسبوقه. كل ده احنا مش شايفينها. انا يعني قبل كده كنا بنتكلم عن التغير المناخي من سنه 2000، كان لسه بنتنبأ بوقوع هذه الحوادث، لكن دلوقتي احنا شايفينها في كل بلاد العالم. 2000 يعني من 22 سنه. بالظبط بالظبط. فاحنا دلوقتي بالعكس، كانت تنبؤيات وكان مودلز، كانت نماذج رياضيه بيقولوا ان ممكن يحصل كذا كمان 100 سنه، ممكن يحصل كمان 50 سنه، لكن دلوقتي كل العالم، هي ظاهره عالميه مش ظاهره محليه ابدا، التغير المناخي وشارك فيها كل الدول، واساسها هي التقدم الصناعي اللي كان حصل في فتره كبيره جدا في الدول المتقدمه، وبالتالي احنا في ثوره للطبيعه، غضب الطبيعه وثوره للطبيعه. دلوقتي يعني كان النظام البيئي في اتزان بيئي طبيعي، احنا تدخل الانسان بطريقه يعني غير مسؤوله جدا، على ولا في اهتمام في الطبيعه، وبالتالي الطبيعه ابتدت تصور وترجع عايزه ترجعنا للاتزان البيئي ربنا خلقه عليه. فهي دي الوضع حاليا يعني بالنسبه للتغير المناخي. كيف يمكن التعامل مع غضب الطبيعه؟ هو وقع بالفعل وحدث ما حدث، والضرر قد وقع على العالم باسره، حتى تلك الدول المعروف عنها انها طول الوقت صديقة جدا للبيئة وحريصة في انبعاثاتها الكربونية وما إلى ذلك، أيضا أصيبت للأسف بشكل أو بآخر. طبعا درجات الإصابة والتأثر بتختلف من دولة إلى أخرى ومن قارة إلى أخرى. كيف يمكن احتواء غضب الطبيعة يعني بأي شكل من الأشكال؟ أولا التعاون من كل الدول، وأن كل دول مسؤولة عن هذا، سواء كانت دول متقدمة أو الدول النامية، يعني لازم يكون في تعاون مستمر بين هذه الدول، وده أنا أتوقعه إن شاء الله في COP27، أن يكون في تعاون مثمر جدا بين الدول، كله بيحاول أن هو يرجع النظام الطبيعي إلى حالته الأساسية اللي موجودة عليه. تاني حاجة المفروض أن احنا نوضح الخسائر اللي موجوده في الدول الناميه نتيجه التغير المناخي، نبرزها ونوضحها بارقام، رساله للعالم بالضبط، وابحاث. احنا بنساعد كجهه اكاديميه، كاكاديميا تساعد الدوله في انتاج ريبورت او تقرير كامل جدا وافي بكل الخسائر اللي موجوده في الدول الناميه، خصوصا ان مصر بتمثل صوت افريقيا كمان، وبالتالي الخسائر دي لما تكون موجوده قدامهم قدام ملف كامل ومستوفي في الكوب ان شاء الله، الدول المتقدمه تاخد اجراء وتبقى يعني، وهي أصلا عندها مشكلة حاليا، يعني الدول المتقدمة عندها مشكلة في إنها وصل لها الخسائر دي، وصلت لها السنة دي. فده متهيألي ده بالعكس، ده أنا حاسة أنها متفائلة جدا COP27 هيطلع منه نتائج مثمرة. يعني البعض يا فندم هنا ردا على اللي حضرتك بتقوليه إنه ده اللي المفروض يحصل، وإنه كل الدول تضع أوراقها على المائدة في COP27، وإنه بنتكلم على الأضرار التي لحقت بالدول النامية، بس البعض هنا ممكن يقول لحضرتك طيب ما هو كان في قمم للمناخ قبل كده، وكان في وعود كثيره قدمت، تحديدا نتحدث عن الدول الصناعيه الكبرى، واغلبها لم يلتزم حتى، منها مثلا دفع مبالغ ماليه معينه للدول المتضرره او لتحويل الصناعات الى صناعات اقل ضررا بالبيئه وما الى ذلك، ولم يعني تفي بوعودها بشكل كامل هذه الدول الكبرى.
تردي على ده ازاي يا فندم؟ بالعكس، احنا قدام الظواهر موجوده في الدول الاوروبيه وهي متعاني منها، وبالتالي هو لازم يساعد، يعني ده اجباري علينا، هو هيساعد ان شاء الله الدول الناميه انها لانها بتاثر عليه هو شخصيا. زي ما انا قلت التغير المناخي ظاهره عالميه مش ظاهره محليه، وبالتالي اي تاثير بيحصل في درجات الحراره هتاثر على اوروبا، هتاثر على امريكا. حاليا في انهار جفت في امريكا، في استراليا، في اوروبا، في انهار كتير، في حرائق، اعصار ايام، اعصار ايام بالظبط بالظبط. فهو ده مشكله يعني، فبقيت خلاص كل الدول متاثره، وبالتالي ما كل الدول متاثره بالعكس هو يعني هيحاول. اعصار واحد عندما يفقد معه هذا العدد الكبير من الضحايا، فنتحدث عن الضحايا وفقد الروح، ونتحدث عن الخسائر الماديه الكبيره التي ستتكبلها الولايات المتحده الامريكيه وشركات التامين. بالظبط بالظبط، وبالتالي لازم يكون، انا اتوقع انهم يكونوا اكثر مرونه، اكثر تفهما للوضع، اكثر تعاونا مع الدول الناميه عشان نوصل لحل. للطبيعه دي بتاثر على العالم كله، وبعدين احنا عندنا دلوقتي سيناريوهات، اربع سيناريوهات. اول سيناريو اللي هو 1.5 ده ما فيش تاثير قوي على الدول، يعني احنا بنوصل بنحافظ على درجه حراره زياده 1.5. طب خلينا بس قبل السيناريو الثاني بعد اذن حضرتك، لان دي نقطه محوريه، نوضح بس للساده المشاهدين انه درجه حراره الكره الارضيه المفروض انها لا تزيد عن درجه ونص. عن درجه ونص احنا النهارده 1.1. احنا دلوقتي احنا وصلنا لا 2.1 يعني احنا وصلنا اكتر اكتر. احنا وصلنا ل 2 درجه، مش 1.5. 2.1 بالظبط. تمام. المشكله بقى في التوقعات انه خلال 4-5 سنوات قد نصل الى 3 و4، يعني في 2 سيناريو، 4 هو اسوا سيناريو واخطر سيناريو. في مناطق هتغرق فعلا ويحصل تداخل مياه بحر وزياده منسوب سطح البحر في حاله زياده 4 درجات، وده احنا مش عايزين نوصل له ابدا. احنا بنحاول نحافظ على 1.5-2 بكتير، لكن ما نوصلش 3 و4. طيب الدكتوره نهى دنيا عميد، كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه بجامعه عين شمس، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم. شكرا لك. شكرا لحضرتك. وبشكر حضراتكم جزيل الشكر، جزيل الشكر على حسن المتابعه، والقاكم غدا باذن الله في هذا الصباح، ودمتم في امان الله.